وبعد كمية التوقعات اللي عشناها الكام يوم اللي فاتوا، الأهلي والوداد، الأهلي والترجي، الأهلي والرجاء، خلاص رسميا ومع إجراء القرعة النادي الأهلي في مواجهة الرجاء المغربي. الغريب في القرعة إن الست فرق عربية وقعوا مع بعض، وفاق الصيف هيواجه الترجي التونسي، شباب بلوزدان مع الوداد المغربي، بترو الأتريتيكو الأنجولي هيواجه صن داونز الجنوب أفريقي. مباراة النادي الأهلي مع الرجاء البداية هتكون في القاهرة والعودة في المغرب. الفايز من لقاء الأهلي والرجاء هيواجه الفايز من وفاق الصيف والترجي التونسي، والمباراة الأولى هتكون على ملعب الفائز من المباراة الأولى اللي هي الأهلي والرجاء. المباراة الثانية هتكون على ملعب ويا وفاق الصيف يا الترجي التونسي، الفائز من هنا هيقابل الفائز من هنا. مباراة شباب بلوزداد مع الوداد نفس الشيء، الفائز من المباراة دي مع الفائز من بترو أتلتيكو وصن داونز، ولكن المباراة الأولى أو المباراة الذهاب هتكون على ملعب الفائز من بترو أتلتيكو وصن داونز، والعودة على ملعب الفائز من شباب بلوزداد والوداد. إذن مباريات كلها تبقى صعبة، خاصة إن احنا زي ما عارفين إن المواجهات العربية بتبقى صعبة على كل فريق. فلو رحنا للنادي الأهلي وتاريخ مواجهاته مع نادي الرجاء، هنلاقي من ضمن الثلاثة اللي كان ممكن النادي الأهلي يقابلهم سواء الترجي أو الوداد أو الرجاء، نادي الرجاء هو أقل فريق واجهوا النادي الأهلي في بطولة أفريقيا. لعبوا مع بعض 6 مباريات، قدر النادي الأهلي يفوز في مباراة واحدة، نادي الرجاء فاز في مباراتين وتعادلوا 3 مباريات. الأمور متقاربة، ولكن دي حاجة للتاريخ وحاجة يعني زي ما بنقول كده ايه مسجلة. على أرض الواقع وأرض الملعب في معطيات ومتغيرات تانية خالص. نتمنى نشوف مواجهات جميلة، نتمنى نشوف كرة حلوة، والفايز في المباريات هنشوف بقى ونتابع ونشوف مين بطل النسخة ال11. هل هيستمر الأهلي في صحوته ويحصل على اللقب الثالث على التوالي ويسجل الهاتريك مع بيتسو موسيماني، ولا هيكون لنادي الرجاء رأي تاني ويخرج النادي الأهلي من دور الثمانية؟ كل الأمنيات القلبية بالتوفيق إن شاء الله للفرق العربية، وكده كده البطولة تكون بإذن الله عربية، كده كده واحد من بترو أتلتيكو أو صن داونز هيخرج في الدور ده. نتمنى إن شاء الله نادي الوداد أو شباب بلوزداد يقدروا يخرجوا الفايز منهم، والبطولة في النهاية تكون عربية خالصة. بالتوفيق لكل الفرق العربية. فيديو سريع كده عملناه بعد القرعة، ياريت لو الفيديو عجبك تنزل تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتشارك الفيديو على قد ما تقدر عشان نوصل لأكبر عدد من المتابعين. سلام عليكم.